طفل يتيم الأبوين عمره 6 سنوات بس. هذا الطفل أصيب برصاصة طائشة في رأسه، نقلوه للمستشفى، بقى بيها 5 أيام المستشفى بالعناية المركزة إلى أن فارق الحياة. السبب هو إطلاقة رصاص طائشة، والإطلاقة من سلاح متوسط، يعني بما معناه أنه ما ممكن أنه يمتلك من عامة الناس يعني، لكن هو يمكن موجود. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بك مازن. مازن، اليوم موضوع حلقتنا عن مطلقي العيارات النارية العشوائية، وحقيقة هذه الظاهرة سببت الكثير من الوفيات والكثير من الإصابات. واليوم احنا يعني بمجلس عزاء طفل راح ضحية هذه الاطلاقات النارية العشوائية. راح نلتقي بعم الطفل ونعرف شنو تفاصيل الحادثة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. البقاء بحياتكم وعظم الله أجركم. لله البقاء، الله يسلمك. حجي، يا ريت لو تشرح لنا شنو القصة وشنو اللي صار. القصة حقيقة الطفل عمره 6 سنوات، هو بالأول ابتدائي، نجح للثاني ابتدائي، طفل الوحيد بعائلته، يتيم نعم، يتيم الأبوين. يوم العيد، المأساة أنه يوم العيد، مساوية العيد تماما، صار الحادث مساء. إجت طلقة طائشة من عمل جبان، حقيقة عمل جبان، وصف بالعمل الجبان والمستهجن، طلقة في دماغه، إجت في دماغه تماما، نقلناه إلى مستشفى الكاظمية التعليمي. حقيقة الطلقة كانت طلقة لبندقية متوسطة، يعني وليس يعني كلاشينكوف، أكثر من الكلاشينكوف، بندق اللي هي ممنوعة قانونا، ممنوع اقتناعها بالبيوت. هذا هو التصرف العشوائي والغير مسؤول، نتائجها هذه وفاة الطفل بعد 5 أيام بالعناية المركزة في الكاظمية، وعناء العائلة، العائلة اللي تعبانة ماديا، وهو طفلهم الوحيد، وخوات وبنات 3 حقيقة بقى بهذا الموضوع العليم أيام العيد، محزنة بمعنى كلمة الحزن. حجي، مصدر الإطلاقة عرفتوه منين؟ الإطلاقة مصدرها من فرح، حزن، شنو المصدر الإطلاقة، منين انطلقت؟ والله هي من كثرة الإطلاقات العشوائية حقيقة، كثرة الدعايات، ولكن يعني ويا الأجهزة الأمنية قدرنا بهذا الوقت أن نحدد أنها هي بالاتجاه الشمال الشرق، شمال الشرق بالنسبة للبيت المتوفي، إطلاقة من بندقية قد تكون بكيسي، لأن هو حقيقة صار الطب العدلي تشريح وأخذ وأمر القاضي الاحتفاظ بالطلقة لإجراءات قانونية بهذا. النتيجة هو الطفل راح الله يرحمه، وعائلته بقت حزينة، بقت تعاني الأمرين من هذا الموضوع، وهذا ليس في الضلوعية فقط، وإنما المشهد متكرر في كل أقضية محافظة صلاح الدين وفي كل العراق. يوميا أكو حزن من هذا الاتجاه، أكو ألم من هذا الاتجاه، إذا ما وفى فهو أو يتعوق أو يكون أسير الفراش أو يكون على كرسي معوق مدى الحياة. هاي كلها من التصرفات الطائشة والغير مقبولة، واللي هي الإطلاقات هذه محرمة دوليا، محرمة قانونا، محرمة اجتماعيا ودينيا ومستهجنة. ولكن نطالب الجهات الأمنية أن تكون أكثر صرامة بهذا الجانب، أكثر صرامة بهذا، والأجهزة القانونية، القضاة غيرهم، أن يكونوا صارمين بهذا الاتجاه وبشدة حقيقة، لأنه هذا المشهد يتكرر ويوميا هذه الحوادث نسمعها، ليس ابننا هذا الطفل البريء، ولكن يوميا هي المشهد يتكرر على الأسف. هل قمتم دعوة؟ سجلتم دعوة؟ نعم، بناء على أكو شاهد لحظة الإطلاق، الزاوية اللي جت من عندها الطلقة، اتجاهها، شاهد، وبعدين أقمنا دعوة يعني بهذا الاتجاه على جهة الإطلاق والرصاصة، وإن شاء الله الأجهزة الأمنية احنا كلفناهم وأبدوا يعني تعاون بهذا الاتجاه. واحد، شنو مطالبكم اليوم حجي؟ مطالبنا أن الظاهرة هاي تستهجن، يجب على مجلس العشائر، يجب على الأجهزة الأمنية،
أن تكون صارمة بهذا الاتجاه وتصدر قرارات أكثر قسوة، أكثر قسوة حتى يقدر هذه نمنع هذه الظاهرة، لأنه أبل الناجح من المدرسة يضرب طلقات، الحزن يضربون طلقات، الفرحانين يضربون طلقات، اللي بدون أي سبب هم يضرب طلقات. هي الطلقات جت هذه لحماية البلد، لسد الثغرات الأمنية، للدفاع عن البلد، ما جت لهذا الرصاص الطائش وقتل الأطفال والنساء. شكرا لك حجي والبقاء بحياتكم، الله ان شاء الله يصبركم. مازن، يعني هذا اللي سمعناه من عم الطفل وهذه الاطلاقات العشوائيه اللي راح ضحيتها هذا الطفل، طفل اليتيم اللي كانوا اهله يرسمون له الكثير، لان هو يتيم الاب وكانوا يرسمون له بانه يكبر ويعيش خواته ويعيش عائلته، جت هاي الطلقه الطائشه وصار تحت التراب. يعني نتمنى اليوم ونطالب الجهات الأمنية، الجهات الحكومية، نطالب العشائر، نطالب رجال الدين التثقيف ومنع هذه الظاهرة السلبية اللي حقيقة تسببت بالكثير من المشاكل.